لإسبانيا وتحديدا طبعا هنروح دلوقتي لمدريد، على الرغم ان هو كان المدير الرياضي لفريق برشلونه وتوتنهام في السابق، لكن رامون بلانس معانا دلوقتي على الهواء من مدريد. خلينا في البدايه طبعا نشكره على ظهوره معانا في سادسه، واهلا بيه طبعا على شاشه الاهلي. Buenas tardes, buenas tardes. مساء الخير. مساء الخير على الجميع، شكرا على توجيه الدعوه من قناه النادي الاهلي، وشكرا لتواجدي على احد اهم البرامج الرياضيه في مصر والوطن العربي للحديث دائما عن الفقرات الاوروبيه، وشكرا لانكم تمنحون العالم كله الحديث عن الكره الاوروبيه ليس فقط في الوطن العربي. بداية خليني أدخل معك في موضوع الليجا، واحدة من أكبر وأقوى المسابقات لسنين طويلة جدا، مسابقة الليجا الإسبانية فقدت جزء من بريقها، إزاي بتشوف الميركاتو اللي قدمته، الميركاتو الصيفي اللي قدمته الأندية الإسبانية، وهل شايف إنه هيساعد الليجا على استعادة جزء من بريقه المفقود؟ بالنسبة لي أعتقد أن الميركاتو في إسبانيا كان من أفضل أعوام الميركاتو في إسبانيا وأفضل من الأعوام الماضية، لأن العديد من الأندية الإسبانية قاموا بعمل سوق انتقالات كبير، وأعتقد أن ريال مدريد كان أكبر الغائبين عن هذا الميركاتو، لكن البارسا كان له النصيب الأكبر من الفوز بالعديد من الصفقات الكبيرة والتي ستساعد البارسا في الأيام القادمة. إذا ما تحدثنا عن فالنسيا وأتلتيكو مدريد، ما زال هناك بعض الأحاديث وهناك بعض اللاعبون الذين قد ينتقلون إلى الأتليتي والفالنسيا، لكن تبقى الليغا الإسبانية واحدة من أفضل وأقوى البطولات في العالم، لكن ما زال هناك أسبوع في الميركاتو سيشهد انتقالات ساخنة. حقيقة يمكن أنا قريب شفت واحدة من مباريات البارسا بسكواده الجديد في غياب طبعا روبرت ليفاندوفسكي، واحد من اهم الصفقات بالتاكيد اللي ابرمها الكتالوني، لكن في النهايه بنتكلم على خط هجوم ناري، بنتكلم على انسو فاتي، بنتكلم على اوباميانج، بنتكلم على ممفيس ديباي، بنتكلم على رافينيا، طبعا واحد من اهم الصفقات يعني في الدوري الاسباني كله مش بس في برشلونه. هل بتشوف انه الصفقات اللي ابرمها البارسا في الموسم الحالي قادره على انها ترجعه مره ثانيه لمنصات التتويج، سواء على المستوى المحلي في اسبانيا او على المستوى الاوروبي كلقب تشامبيونز ليج؟ برشلونة قام بعمل تدعيمات قوية وتدعيمات قوية جدا، لأن برشلونة قام بتدعيمات في خط الدفاع وخط الهجوم، وأعتقد أن خط الهجوم الذي ذكرته بقيادة أوباميانغ ومعه ليفاندوفسكي ستكون نقطة كبيرة ونقطة عظيمة بالنسبة لهجوم برشلونة في العام القادم. واعتقد وتاكيد على كلامك، اعتقد ان البارسا سيقوم بعمل سيزون كبير وسيزون رائع العام القادم، وسينافس ايضا على لقب تشامبيونز ليج بالاضافه الى الليغا. طيب بمناسبه ليفاندوسكي، طبعا في صفقات ثانيه مع البارسا، انا طبعا ما قلتش اسم لاعب بحجم طبعا عثمان ديمبلي، واحد من اهم الاجنحه في العالم، وفرانك كيسي وكريستنسن، كلها صفقات حقيقة مهمة جدا للبارسا، لكن خليني أسألك على الديال اللي الناس بتراهن عليه في الليجا السنة اللي جاية، ليفاندوفسكي في مواجهة بنزيما، هل شايف أن الثنائي ده ممكن يعوض غياب اسمين كانوا الأبرز على الساحة الإسبانية ميسي وكريستيانو رونالدو، وهل من الممكن المنافسة بينهم ترجع برضو للليجا جزء من قوتها وسخونتها اللي كانت موجودة أيام ميسي وكريستيانو رونالدو؟ بالنسبة لي إذا نتحدث عن ليفاندوسكي وريال مدريد، أعتقد أن وجود ليفاندوسكي هو وجود عظيم وقوة كبيرة للليغا الإسبانية، لكن بالنسبة لي أن نشاهد مباراة كلاسيكو كالذي ذكرته مثل عهد كريستيانو وميسي، أعتقد كانوا أفضل كلاسيكو، ولم يتم تعويض أي لاعب مثل كريستيانو رونالدو وميسي، لأننا كنا نشاهد كلاسيكو أفضل كلاسيكو على وجه الأرض، وكان له طابع خاص، وكما ذكرت مع كل الاحترام لليفاندوسكي وبنزيما،
لكن لن يكونوا مثل كريستيانو وليو ميسي. بمناسبة كريستيانو طبعا اللي أعلن أكتر من مرة ومعظم الأنباء والتقارير بتقول أنه قريب جدا من الرحيل عن الأولد ترافورد ومغادرة مانشستر يونايتد، ارتبط اسمه بعدد من الأندية زي بايرن ميونخ زي بي اس جي، ولكن في النهاية لم تترجم لشيء على أرض الواقع. بعض التقارير ربطت اسم كريستيانو رونالدو مؤخرا بناديين، واحد في إيطاليا وهو اس روما، وواحد في أسبانيا وهو أتلتيكو مدريد. هل شايف أنه في من وجهة نظرك طبعا شايف إمكانية لكريستيانو رونالدو في العودة مرة تانية للليجا عن طريق بوابة أتلتيكو مدريد؟ سي بالنسبة لي أعتقد أن كريستيانو رونالدو لديه قدرات كبيرة وقدرات عظيمة، لكن أتمنى أن يبقى كريستيانو رونالدو في إسبانيا. لكن بالنسبة لي هل كل بعد المجد العظيم الذي صنعه كريستيانو رونالدو في ريال مدريد؟ لا أعتقد أنه سوف يذهب إلى الأتليتي، لكن الليغا الإسبانية هي الوجهة الأهم لكريستيانو رونالدو، واتمنى ان عاد كريستيانو رونالدو يعود الى الليغا ولا يذهب خارج الليغا الاسبانيه. زي ما سالتك على المواجهه بين ليفاندوفسكي وبنزيما، لازم اسالك على المواجهه بين كارلو انشيلوتي اللي الحقيقه نجح بشكل رائع في قياده الريال رغم معاناه الريال في الموسم الاخير لتحقيق لقبين هم الاهم بالنسبه له، الليغا والشامبيونز ليج. هل شايف انه تشابي مع الميركاتو اللي عمله بارسا في الموسم ده قادر انه ينافس ويقود البارسا لاستعاده لقب الليغا والمنافسه على لقب دوري الابطال؟ أنشيلوتي هو مدرب رائع ولديه خبرة كبيرة وقام بعمل إنجاز عظيم للوس بلانكوس للريال مدريد، لكن كل ما صنعه أنشيلوتي في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا يقول أن أنشيلوتي هو أفضل بكثير ومراحل، ولا يجب أن تتم مقارنته بتشافي هرنانديز الذي يبدأ حياته كمدرب. لكن بالنسبة لسؤالك، أعتقد أن برشلونة بعد الميركاتو العظيم مع تشافي وكارلو أنشيلوتي واستمراريته مع ريال مدريد سوف نشاهد نسخة عظيمة من الليغا. اتقال أن في وقت من الأوقات كان فيه اهتمام من المسؤولين في إدارة نادي برشلونة بانتداب الخدمات الدولي المصري طبعا ونجم ليفر محمد صلاح، وأيضا تردد في الأونة الأخيرة اهتمام من قبل إدارة البارسا باستخدام البرتغالي كريستيانو رونالدو. يعني معلوماتك عن الملفين دول على وجه التحديد؟ بالنسبة لصلاح، صلاح هو لاعب خارق ولاعب رائع. عندما كنت في برشلونة منذ أيام تحدثنا عن إمكانية انتداب محمد صلاح وقمنا بفتح مفاوضات مع وكيل أعماله، لكن الأمور لن تتم على أكمل وجه، لكن أعتقد أن صلاح كان يكون مكسب كبير وعظيم لبرشلونة، وأيضا كانت هناك مفاوضات مع ريال مدريد. وبالنسبة لكريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو لاعب عظيم ولاعب يتمناه أي فريق، وهو لاعب أسطورة، لكن أعتقد وأتمنى إذا عاد كريستيانو رونالدو إلى الليغا، مع كل الاحترام للآخرين، أن يعود إلى ريال مدريد، لكن رحيله من مانشستر يونايتد أعتقد أن كريستيانو سوف يرحل عنهم في الأيام القادمة. ساعات قليلة جدا ويتم تقديم المؤتمر الصحفي اللي هيتم الإعلان فيه عن توليك مسؤولية المدير الرياضي لنادي ختافي الأسباني، واحد من أكبر الأندية الإسبانية. يهمني برضو أعرف منك إيه أهم الأهداف اللي بتسعى إلى تحقيقها مع نادي ختافي؟ ختافي هو equipo un club ختافي هو ثالث نادي في مدريد ومدينة مدريد، ولديه دربي عظيم مع ريال مدريد، ونمر بأيام وساعات عظيمة داخل نادي ختافي، وقمنا بعمل انتدابات عظيمة من أجل المنافسة، لا سأقول على اللقب ولكن من أجل الفوز بمقعد أوروبي. لدينا طموحات كبيرة، تحدثت مع رئيس النادي وقبل المؤتمر الصحفي كتقديم مدير رياضي لنادي ختافي، إذا تم نقل هذه الحلقة خلال وسائل الإعلام الإسبانية أوعد جماهير ختافي بموسم عظيم.
رامون بيرانس المدير الرياضي لفريق برشلونه وتوتنهام السابق والمدير الرياضي القادم لنادي ختافي الاسباني، بشكرك كل الشكر وكل التوفيق.